السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده السيشن الاولاني من كورس البايثون هيقدمه لنا ان شاء الله باشمهندس رائع مصطفى، باشمهندس رائع بريزدنت ات جي دي سي اس جوجل ديفلوبر ستودنت كلاب الازهر يونيفرستي وداتا ساينس انستراكتور ات جي دي سي اس وداتا بيس تيم ليد ات ام اس بي تيتش كلاب الازهر يونيفرستي. طبعا يا باشمهندسين محتاجين نفكركم بكذا حاجه، ان اول حاجه الشات، لو حد عنده اي سؤال يكتبه في الشات بوكس او يعمل ريز هاند وان شاء الله نفتح له المايك، وان شاء الله فورم الحضور هتنزل في الشات والكل يتاكد ان هو يملاها. طبعا هتنزل في اخر السيشن فضروري الناس كلها تكون حاضره. تمام يا باشمهندس، حضرتك تفضلي دلوقتي. اهلا بيكم يا شباب، اعرفكم بنفسي، انا دعاء مصطفى، داتا ساينس انستراكتور وفي تالتة كلية نظم هندسة الأزهر. إن شاء الله السيشن دي هنتكلم فيها عن 6 حاجات، عن إيه معنى البرمجة عامة، وإيه أنواع لغات البرمجة اللي عندنا، وإيه اللي بيميز بايثون عن بقية اللغات التانية، وإيه الأبليكيشنز اللي معمولة بالبايثون، وهنتكلم كمان عن البرنت ستيتمنت، وهنتكلم عن الفاريبلز والأوبريتورز. وإن شاء الله لو حد عنده أي سؤال يسأله في الشات، وأنا كل فترة كده هبص على الشات أجاوب عليه بحيث إن أنتوا تبقوا متابعين معايا، مفيش حد واقع مني في حاجة. خلينا كده نبدأ. تخيل كده إن أنت قاعد قدام التلفزيون، أدي مثلا زي مثلا التلفزيون عندنا. وبتضغط على الريموت بتاع الكنترول بتاع التلفزيون، فانت وانس ان انت ضغطت وان اون التلفزيون بيقيت، وانس ان انت ضغطت اوف فالتلفزيون بيطفي. طيب هو ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الريموت التلفزيون متبرمج ان انت وانس ان انت ضغطت على انك تقيت، هو بيحول اشارة ان هو يقيد التلفزيون او بيقفله. تمام، فهي البرمجه عباره عن ايه؟ البرمجه عباره عن instructions بديها للماشين بتاعتي عشان تعمل لي اكشن معين. فهنا instructions ان انا مبرمجه الريموت بتاعي ان يستقبل او يستقبل input ان هو حد يضغط عليه، فبالتالي ان هو يغير القناه او يقيد او يطفي التلفزيون. طيب انا دلوقتي انا التلفزيون عندي يا دوبك بيفهم كهرباء، يعني يا زيرو يا وان، يا بيوصل له كهرباء يا ما بيوصلهوش كهرباء. طيب ازاي هيفهم الانستراكشن بتاعت ان انا لما يضغط حد على الزرار يقيد او يطفي؟ ده بيستخدم عن طريق اللغه اسمها لغه البرمجه اللي هنستخدمها السيشن دي اللي هي البايثون. طيب البايثون دي كان قبليها لغات تانية، لغات لو ليفل، كانت لغات صعبة شوية عن الفهم ان احنا نستخدمها. في لغات كانت اللي هو بين البنين، بين الهاي ليفل لانجوج وبين اللو ليفل، زي السي، والهاي ليفل زي البايثون. طيب معنى ايه؟ بمعنى خليني أنا دلوقتي مثلا، بمعنى خليني أشرح بمعنى تاني، أنا دلوقتي عندي أنا بكتب كود معين، تمام، والماشين عندي بتفهم 0 و 1. إيه اللي بيوصل ده؟ إيه اللي بيوصل بيني وبين الكمبيوتر؟ ترانسليتور بروجرام. الترانسليتور بروجرام ده المترجم، ده اللي بيترجم كلامي من الكود للماشين اللي هي 0 و 1، اللي هي يا كهرباء يا يدخل له كهرباء يا ما تدخلهوش. ثلاث حاجات. اول حاجه اللي هو الاسمبلر والكومبايلر والانتربريتر. الاسمبلر ده دي كانت حاجه زي ما قلت لكم، كانت في الاول خالص اول ما الكمبيوتر اتعمل، وكان لغه صعبه جدا ان حد يكود بيها. بعديها اتطوروا وعملوا حاجه الكومبايلر، بعديها اتطوروا اكتر وعملوا حاجه اسمها الانتربريتر. طيب ايه الفرق بين الثلاثه دول؟
الفرق بين التلاتة دول إن الأسمبلر كان زي ما بقولك هي لغة كانت صعبة جدا، ما كانت بعيدة عن الإنسان، فكان فكرة إن هما يكودوا بيها كان صعب، فعملوا كود، فعملوا طوروها وعملوا حاجة اسمها كومبايلر. كومبايلر ده لأ أشبه بلغة الإنسان زي السي، بس الفكرة إن هو وسي بلس بلس، بس الفكرة إن هو كان لازم يعدي على الكود كله عشان يشتغل، يعني بعد ما يعدي على الكود كله ويعرف يتأكد من إن السنتكس مظبوط يبدأ يرن كل كود. فده طبعا كان بيواجهني مشكلة في إن أنا أكتشف أنا غلطت فين في الكود، مبقاش عارفة الغلط فين، الديبج اللي حصل فين. فكان برضو ده كان صعب في الحتة دي، فطوروا شوية وعملوا حاجة اسمها الانتربريتر. الانتربريتر ده وانس ان انت تكتب سطر في الكود فهو بيبدأ يرنه، بعد كده يدخل على السطر اللي بعديه يرنه، وانس ان هو حصل ايرور بقى في السطر الثالث لا يوقف. فكده كنت بفهم ان في مشكلة في السطر الثالث. خلينا ندخل طيب في السلايد اللي بعديها. دي مقارنة سريعة كده بين الأسمبلر والكومبايلر والإنتربريتر. بيقول لك إن الأسمبلر ده كان خاص باللو ليفل لانجوج، وكان بيطلع لازم كان يعدي على البروجرام كله بعد كده يرن. الكومبايلر برضو كان فيه نفس الحاجة بس كان هاي ليفل لانجوج، يعني قريب من لغة الإنسان. الانتربريتر نفس الحوار كان هاي ليفل لانجويج، بس الفرق بينه وبين الكومبايلر ان هو كان زي ما بقولك سطر، يعمل يرن سطر ويدخل في السطر اللي بعديه، ما ينتظرش بقى ان هو يقرأ الكود كله. واضح كده ولا في حاجة مش واضحة؟ ممكن اعمل سلايد فول سكرين. طيب ثواني. طيب هو كده كل حاجة واضحة ولا في حاجة ستيل مش واضحة؟ طيب تمام، طيب حلو جدا. طيب ليه بقى اللي بيميز بايثون؟ اللي بيميز بايثون عن البروجرامينج لانجويج التانية، اول حاجه بايثون سهل ان انت تتعلمه، ما فيهوش تعقيدات كتيره، غير ان هو كمان اللي انت بتكتبه اللي بتنفذ اللي بتقول عايز تعمله بتنفذه، يعني بتكتبه. زي ايه؟ زي مثلا ان انت لو هتعمل ديليت لحاجه فانت بتستخدم فانكشن مثلا اسمها ديل. اي حاجه بتبقى يعني عايز تعمل اكشن معين بيبقى مترجم ليه بالانجلش، فسهل ان انت تفهمها، يعني مش محتاجة حد مثلا يعني يبقى متخصص قوي عشان يقدر يفهم اللغة دي. طيب اللغة دي كمان سهل ان هي تندمج مع اللغات التانية، يعني انا مثلا لو عندي كود سي بلس بلس سهل ان انا ادمجه بالبايثون ويبقى يشتغل. طيب ايه كمان من الحاجات المهمة جدا؟ ان البايثون عندي تقدر تعمل بيه كل حاجة حرفيا. لو انت عايز تعمل ابلكيشن ويب ابلكيشن فهو يقدر يساعدك يعمل بيه ويب ابلكيشن. لو عايز تعمل ابلكيشن على الديسكتوب فهو يقدر يعمل ابلكيشن على الديسكتوب. عايز تعمل جيم فهو يقدر يعمل جيم. عايز تستخدمه في الداتا ساينس وتاكستراكت الداتا عندك وتعمل لها اناليسز فهو يقدر يعمل كده برضه. عايز تستخدمه في الماشين ليرنينج وتعمل بيه algorithms وكده فتقدر تستخدمه برضو في الماشين ليرنينج. طيب البايثون رغم ان هو مش بقاله كتير طالع، وفي جافا طبعا اللي هو بقالها زمن كتير بقالها كتير موجوده، والسي بلس بلس، الا ان هو فتره صغيره قدر ان هو يعدي اللغات البرمجه دي. يعني مثلا لو خدنا بالنا مثلا في 2017 2017 كان برضو كان مكتسح معدي مثلا السي بلس بلس والجافا سكريبت، لكن ما كانش معدي الجافا. جه في 2018 بدأ برضو ستيل مكتسحهم، بس ما كانش برضو لسه كان في منافسة بينه وبين الجافا،
لحد 2020 هو يعني بقى هو الـ first top language programming language الناس بتستخدمها. طيب جميل جدا. اه دي زي ما بقول لكم ان هو بيستخدم في الويب ديفلوبمنت، لو هتستخدمه في الديسكتوب تقدر تعمل بيه جي اي ابلكيشن، في السوفت وير ديفلوبمنت، في الداتا ساينس. طيب ايه الابلكيشن اللي كرييتد ويز بايثون؟ عندك الانستجرام، عندك اوبر، عندك بنترست، عندك دروبوكس، فغير كمان ان عن الفيسبوك والجوجل يعني بتستخدم بايثون. طيب نيجي بقى لمرحلة الكود. أو كده كل حاجة واضحة ولا في حاجة مش واضحة؟ الكورس عبارة عن عدة محاضرات ولا هي محاضرة؟ لا الكورس عبارة عن عدة محاضرات، هو 3 session بإذن الله. تمام. انا بعمل ازاي برنت او بطبع ازاي كلمه في البايثون؟ كل اللي انا بستخدمه بس برنت، مش محتاجه بقى اكتب سيستم دوت اوت برنت والكلام الكبير اللي الواحد كان بيكتبه في الجافا ده، لا هي بس برنت وبتفتح قوسين وتكتب فيه اللي انت عايز تكتبه، هاي اتس مي او هالو وورلد او هالو بايثون او اي حاجه. الفكره بس ان انا عملت له مثلا run هيطلع لي hello python. الفكرة بس ان انا ما ينفعش اسيب مسافة، يعني python ما ينفعش فيه مثلا اعمل كده واروح اعمل run. ايه ده؟ ده طبعا ازاي؟ هو المفروض ما ينفعش اسيب فيه مسافة. هو المفروض ما ينفعش اسيب فيه مسافة لان هو المسافة، ثواني كده بقى. المفروض بيعمل ايرور مع المسافة، مع يعني انا مش عارفة ازاي هو ما بيطبعهاش، بيطبعها قصدي يعني. جايز ده عشان شغال على الكولاب، فالكولاب بيعالج المسافات، مش عارفة الصراحة. بس هو المفروض بيطلع ايرور، يعني انا مثلا لو خلوني طيب اشغلها على اللوكل. طيب هو في برنامج احنا بنستخدمه عشان نعمل البايثون، عشان نكود البايثون، اسمه اناكوندا. انا مثلا بفتحه. الاناكوندا دي فيها عباره عن باكج، فيها كذا اديتور، فيها سبايدر، فيها جوبيتر نوت بوك، فيها باي شارم، ده كله اقدر ان انا اكود عن طريقه البايثون. اللي ترتاح فيه استخدمه. انا بالنسبه لي برتاح في الجوبيتر نوت بوك، ان انا مثلا بستخدمه على الكلاود واقدر استخدمه لوكال، فلا الموضوع مريح. او ده مثلا في جوبيتر نوت بوك، في السبايدر، في باي شارم. مثلا لو استخدمت السبايدر
أو بص طلعني هنا إن في غلط unexpected incident، فلازم أعمل كده عشان يطلع لي الأوتبوت. هنا طلع لي أهو هلو عادي. فممكن الكولاب يعني شوية بيبقى updated فبيعالج الحوار ده، بس ده لسه قريب يعني، ده لسه قريب، لأن مثلا أنا متعودة إن لو سبت مسافة هو بيطلع غلط. طيب نرجع للي احنا كنا بنقول، نيجي بقى لحاجة اسمها الفاريبل. الفاريبل ده عبارة عن صندوق بحجزه في الميموري. يعني ايه؟ يعني مثلا انا بروح اقول للكمبيوتر احجز لي مكان اسمه نيم، النيم ده خزنني جواه فاليو اسمها دعاء. تمام؟ ليه؟ عشان لما اجي انادي على الفاليو ده واستخدمها ابقى سهل ان انا استخدمها. يعني مثلا لو انا قلت له مثلا 4 + 3 هو طلع لي 7. طيب انا عايزه استخدم السبعه دي واضيف عليها رقم تاني، مش هعرف، فلازم اخزنها في مكان عشان اعرف اناديها، اعرف اقول للكمبيوتر روح لي عند الفاليو دي وزودها، وزود عليها. فانا مثلا قلت sum مثلا equal 4 + 3 وعملت run، قلت له مثلا بعديها print للصم دي. print للصم او اجمع لي عليها كمان 3، عرف ان هو يعملها. غير بقى ان انا لو قلت له 3 + 4 فمش هعرف انادي عليه. فاحنا عملنا ايه هنا؟ عملنا قلت له نيم دعاء او علي او اي حاجه، و قلت له اطبع لي هلو، وهلو جنبيها النيم بتاعي، النيم اللي هو بتاع اللي انا اديته الاكسس بتاع الفاليو اللي انا اديتها له، فعمل لي هلو علي. طيب في طريقه تانية ان انا عايزه طيب احط الفاليو دي في نص الكلام. يعني مثلا عايزه اقول هلو علي ماي نيم از مثلا دعاء، هل انا هعمل بقى كده؟ فانا هستعرف ساعتها هعمل ايه. قال مثلا ايه هلو هما النيم وبعد كده ماي نيم از دعاء، حطيت اف وحطيت الفاليو الفاريبل بتاعي في كيرلي براكت وكملت الكلام بتاعي عادي. تمام؟ فعملت كده رن، فبقى هلو علي ماي نيم از دعاء. لو انا كنت عملت نفس الطريقه دي، يعني انا لو كنت مثلا خليت النيم ده كده ونيم، كان هيطبع لي علي ده في الاخر، هيطبع لي الكلام مش منقص ماي نيم از دعاء علي، فلا انا عايزه النيم ده في نص الكلام. طيب انا ايه الحاجات اللي انا اقدر اخزنها في الفاريبل؟ في ثواني بس قبل ما اقول الحاجات اللي انا اقدر اخزنها في الفاريبل، في شروط معينه عشان اقدر اسمي الفاريبل بتاعي. يعني ايه شروط معينه؟ يعني انا ما اقدرش مثلا اقول 4 نيم علي، هيطلع لي ايرور invalid syntax. لازم النيم بتاعي ما ينفعش يبدا بنمبر. طيب ما ينفعش مثلا اقول له نيم نيم واسيب مسافة واكتب مثلا اكتب first name كده واسيب مسافة، هيطلع لي برضو error syntax. طيب ما ينفعش برضو اسميه بحاجة باسم حاجة موجودة تبع لغة بايثون، زي ايه مثلا؟ زي كلمة print، ما ينفعش اسميه مثلا print، هيطلع لي error syntax. او ثواني كده print
project is not collab هيطلع لي error. فأنا ما ينفعش أبدأ الاسم بتاعي بنمبر، ما ينفعش أقول الاسم بتاعي بحاجة محجوزة من تبع لغة بايثون، والحاجات دي هتبدأ تعرفها أكتر وأنت إيه بتتعلم. طيب خلينا نراجع كده سريعا، إحنا قلنا إيه؟ أنا اتكلمت عن إيه معنى البروجرامينج لانجوج، اتكلمت عن إن البروجرامينج لانجوج دي هي ليفلز، في لو ليفل وفي هاي ليفل. الهاي ليفل نوعين، في منها كومبايلر وانتربريتر. الفرق بين الكومبايلر والانتربريتر ان الكومبايلر لازم يقرا الملف كله ويتاكد من السنتكس صح، وبعد كده يبدا يرن الكود. الانتربريتر لا، هو بيرن سطر بسطر. وقلت ان دي حاجات، دي من ضمن الحاجات اللي بتميز بايثون، ان انت سهل ان انت تلاقي الايرور، ان هي لغه انتربريتر. اتكلمت برضو ان البرنت ما ينفعش تسيب قبلها مسافه عشان ساعتها ده هيطلع لك ايرور. اتكلمت برضو ان الفاريبل ما ينفعش تسميه برقم او بكلمه محجوزه في لغه البرمجه اللي هي تبع بايثون. طيب زي ايه برضو مثلا لغات البرمجه المحجوزه تبع بايثون؟ زي مثلا زي فولز نون وترو واند والف، كل الحاجات دي هنعرفها واحنا يعني شغالين. بس دي نبذه يعني عامه كده سريعه عن ايه الكلمات اللي ما ينفعش استخدمها. طيب ايه بقى الحاجات اللي انا اقدر يعني ايه اشيلها في الفاريبل ده او في البوكس ده؟ قال ان انت تقدري تشيلي، تقدري تحجزي مكان لنمبرز، وتقدري تحجزي مكان ل نمبرز، وتقدري تحجزي مكان ل string، وتقدري تحجزي مكان ل list، وتقدري تحجزي مكان ل dictionary. طيب بالنسبة ل numbers، ال numbers دي أنا أقدر مثلا أقول له مثلا ال age بتاعي بيساوي 21 print age. أقدر مثلا أقول له string is not collapsed، يعني ده عشان أنا عاملة okay. ده عشان أنا رن قبل كده. قال لي اللي طلع الايدج بتاعي 21. طيب انا اقدر كمان اعمل float number براحتي، اقدر مثلا اطبع عادي كذا قيم. طيب ده بالنسبه للنمبرز. طيب بالنسبه للسترينج بقى، فانا اقدر ادخل القيمه مثلا زي ما انا كنت مدخله ان النيم بتاعي دعاء. فمثلا ممكن اقول في سنجل في دبل كوتيشن دعاء، وهيطبعها. او اعملها في سنجل كوتيشن كده وهيطبعها برضو. غير بقى، واقدر اعملها في تريبل كوتيشن كمان وهيطبعها. بس ايه الفرق بقى بين التريبل كوتيشن والسنجل كوتيشن والدبل كوتيشن؟ ان مثلا في التريبل كوتيشن سهل ان انا انزل كده سطر، يعني مثلا ايه اقول له دعاء وانزل سطر واكتب له مصطفى وهو هيطبعها كده. غير لو انا عملت دبل كوتيشن، عملت كده فرقها، ما يعني ما عملهاش، مع انهم الاثنين موجودين جوه الدبل كوتيشن الا عشان نزلت سطر ما قراهاش. لو لاحظت ما قراهاش وهيديني ايرور. هو سكانينج سترينج ليتر، قال ان هو مش قابل ده،
فلازم يبقى كلهم على سطر واحد. فانا بستخدم امتى تريبل كوتيشن؟ لو انا عايزه لو انا عايزه لو انا عايزه ايه لو عايزه احافظ على المسافات اللي انا عاملاها. طيب ايه كمان تاني في السترينج؟ السترينج ده اقدر مثلا ان انا اقول له نيم لو انا عايزه اطبع رقم ايه، بس اقول له ايه. هو طبعا احنا عندنا في الكودينج بيعد من زيرو، الاندكس بتاعه من زيرو مش من واحد. يعني مثلا دي تبقى زيرو، الاو واحد، الاي اتنين، الاي التانية تلاتة. فانا مثلا عايزاه يطبع الاو فهقول له واحد طبع لي الاو. طيب عايزاه مثلا يطبع لي ست، شوف مثلا هيطبع ايه، طلع برضو او. طيب انا عايزاه يطبع لي اخر رقم، اخر حرف، هقول له سالب واحد طلع لي اللي هو ايه. طيب انا عايزاه مثلا يطبع لي من زيرو لحد مثلا لحد مثلا سبعة، يطبع دو لحد ام او. طيب انا عايزاه مثلا يبعت لي يطبع لي من زيرو للاخر، طلع لي مثلا دعاء مصطفى. طيب لو انا عايزاه يطبع لي بتاع كلها دعاء مصطفى برضه بعمل كده. دي بقول له ان البداية مفتوحة ودي بقول له ان النهاية مفتوحة. تمام. لو انا مثلا عايزاه بس كده خلاص، لو عايزة مثلا أنا ممكن أقدر أستخدم سالب أربعة، فساعتها هو هيعد سالب واحد، سالب اتنين، سالب تلاتة، سالب أربعة، فيطلع لي التين، طلع لي التين. اللي بنعمله ده اسمه سلايسنج. يعني أنا بقدر إن أنا أتحكم في السترينج بتاعي وأوصل للحرف اللي أنا عايزاه. طيب ده بالنسبة للسترينج. افرض مثلا عندي مثلا نيم و ايج ايج مثلا هنقول 1 21 و ايج 2 21 equal 21، وقلت له مثلا اجمع لي النيم زائد age 1 print النيم زائد ال age 2. طلع لي ايه؟ طلع لي ان النيم زائد age 1 مش عارف يعمل لها، مش عارف يجمعها. ليه؟ لان ال age 1 دي numbers وال name string. طيب لو شلناها وعملت كده run، جمع حالي عادي، اللي هو ربطهم ببعض، هو مش جمع بس ربط ببعض. يعني انا اقدر اربط بين الكلمات عن طريق plus، بس لازم يكون string. طيب انا لو عندي مثلا لو انا عايزه اخلي مثلا الجمله اللي انا شلتها دي ان هو يجمعهم جنب بعض، بعمل ايه؟ بعمل str، بحولها، بقول له اختصار لسترينج، حول لي الايدج دي اللي هي جايه لك وخليها سترينج. طب حولي دعاء مصطفى 21، دعاء مصطفى 21. الفكرة إن أنا أقدر بعمل ممكن بجمع السترينج ببعضه عن طريق بلس، بس أهم حاجة إن أنا أتأكد إن الفاليو بتاعتي فعلا سترينج مش جاية نمبر يعني فلوت أو انتجر. طيب كده إحنا اتكلمنا عن السترينج، اتكلمنا عن النمبرز، قلنا النمبرز سواء كان انتجر أو فلوت. اتكلمنا هنتكلم بقى عن الليست. طيب الليست دي عبارة عن مجموعة من الفاليو، زي ايه؟ زي الاريز، زي الاري في اللغات التانية.
طب بنعملها ازاي؟ بعملها بان انا اكتب مثلا names واعمل brackets بالشكل ده، لازم الشكل ده لان اي شكل تاني هيختلف. وبكتب فيها اللغات اللي انا عايزاها، الكلام اللي انا عايزاه. ممكن مثلا اكتب مثلا الكالرز، تمام؟ فساعتها مثلا اكتب، وبرضه مش هتفرق هنا، مش هتفرق ان انا اكتب سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن. يعني مثلا هنا مثلا اقول ريد، يلو، بينك مثلا، تمام. عشان مديله الفاليو ايه، colors صباحهم. طيب في شوية كذلك انا بقدر اتحكم في الليست بتاعتي، ان انا اقول له مثلا هات لي اول اندكس، هات لي تاني اندكس، هات لي تالت اندكس. في نفس الوقت هو برضو بيبدأ من الصفر خلاص، يعني احنا اي لغة برمجة بتبدأ من الصفر، ان هي بتبدأ العد بتاعها الاندكس من الصفر. فانا مثلا لو عايزة اول اندكس فبكتب زيرو، لو عايزة اخر اندكس بقى نفس الكلام بكتب سالب واحد مثلا، ونفس الكلام برضو لو عايزة يطبع الاري كلها بعمل كده، او اسيبها من غير اندكس. يعني ده في نفس الاحوال بتاعت السترينج. طيب في شوية فانكشن برضو بتخليني اقدر اتحكم في الليست دي، زي ايه؟ زي دوت اوبن. دوت اوبن دي بتعمل ايه؟ بتضيف لي، بقول لها ضيفي لي قيمه جديده على الليست. فسي مثلا، خلينا مثلا نعمل كده، خليه مثلا يعمل لي برنت للكالرز. فطبع لي ريد بلاك، وزود علي، هو زود علي مرتين، انا مش عارفه يزود علي دوت اوبن، زود علي مرتين. تقريبا عشان عامله رن، يعني عامله رن فوق، وليه زود علي عشان عامله مره رن مرتين. بص، هو انا عملت رن فوق بس ما كنتش قلت له اطبعها لي. يعني انا مثلا لو خليني مثلا خليته يعمل ايه، يستارت الران تايم، هيقول اصلا مفيش كولرز. طيب ادي كولرز دي انا رنتها، فطلع لي اهو علي. هرنها تاني هيطلع لي علي تاني، هيطلع لي علي تاني. كل ما رنها هيضيف نفس الفاليو. فدوت اوبن دي بتخليه يضيف نفس الفاليو تاني. طيب في حاجة تانية عندي اسمها insert. insert دي لو احنا خدنا ان الاوبن خليته يضيف اخر فاليو، انا عايزاه يضيف اول index. فهقول له مثلا colors زي ما انا كاتباها ودوت insert، ده مكان الاندكس 0 او 1 او 2، خليه مثلا يضيف واحد. وايه ماريو هاشتاج، ضاف فعلا ماريو في الاندكس رقم واحد. طيب انا لو عايزه اضيف ليست جديده على الليست اللي موجوده، بستخدم ايه؟ بستخدم حاجه اسمها اكستند. حتى من اسمها، مش انا بقول لكم اي حاجه انتم في البايثون يعني من اسمها تفهموها. اكستند يعني بزود. فقلت له هنا
colors dot extent. زود لي مروة ومحمد ونور. خلينا طيب نراجع الحاجات اللي احنا قلناها لحد دلوقتي. قلنا ان احنا انا اقدر اخزن في الفاريبل بتاعي numbers وسترينج وليست. السترينج بقدر اتحكم فيه عن طريق السلايسنج والبراكتس بتاعتي. الليست برضو كذلك بقدر اتحكم فيها عن طريق البراكتس. وكمان في function لو حابة تزيد value أزود value بستخدم open، لو حابة أزود list كبيرة بستخدم extend، لو حابة insert في مكان معين بستخدم function insert. بكتب الـ index بتاعي اللي أنا عايزة أزود فيه. في حاجة كمان، طب افرض أنا عايزة أدلت قيمة معينة، لو عايزة أدلت مثلا في الـ colors دي قيمة معينة، فأنا هقوله مثلا عايزة مثلا أشيل ماريو، أقول له colors الindex بتاعها اللي هو 1، وأقول له اطبع لي إيه colors بعد ما أنت إيه مسحت، مسح لي إيه كلمة بتاعت ماريو. لو عايزة مثلا يمسح لي الليست كلها أعمل كده، الليست بقت فاضية. طيب في حاجة طيب انا لو عايزة مثلا برضو في حاجة من ضمن الفانكشن الموجودة ان انا اقدر ارتب الحاجات اللي جواها. زي مثلا هنكتب list مثلا اللي هي numbers equal 3 4 5 6 7 اي، قلت له اعمل لي sort. رتبها لي من الأكبر للأصغر. لو أنا عايزاه يرتبها لي من الأصغر، أشيل بقى الريفرس ده وهيرتبها لي من الأصغر للأكبر. طيب هل الموضوع صعب؟ هل الفانكشن دي صعبة إن أنا أحفظها؟ لأ، هو الموضوع هيجي بالبراكتيكال وإن أنت تعود إيدك. طيب بالنسبة بقى لل الليست فيها حاجة مشابهة، فيها ليها حاجة مشابهة اسمها الطبل، حاجة مشابهة تانية اسمها الست. الست والطبل، خليني أقول لكم يعني مثلا أعمل مثال جديدة، مثلا هسميها النيمز، بس ساعتها هستخدم البراكتس دي، نوع البراكتس دي، هستخدم مثلا 4 و6 و5 قصدي مثلا و7، وهستخدم مثلا عليها أمر دل إن هو يمسح، طلع لي إن هو ما ينفعش، إن ما أقدرش أمسح النيمز. ليه؟ لان الطبل ما ينفعش اغير فيها، وانس ان هي اتكتبت ما اقدرش لا امسحها ولا اغير فيها. طيب تعال نشوف الست، مثلا بس بقى الاكواس بتبقى مختلفة، اللي بيفرق بينهم الاكواس. هكتب فيها مثلا 6 وهكتب فيها 7 تاني، وهقول له اطبع لي الست دي. هلاقيه بقى ايه؟ هلاقيه ان هو شال لي القيم المتكررة ورتب لي العناصر بتاعتي. فالفرق بين الست والليست ان انا الست بتشيل القيم المتكررة وكمان بترتبهم لي، بتعمل سورتنج للفاليوز عندي. الفرق بين الطبل والليست
ان هي ما اقدرش اغير فيها، ما اقدرش امسح فيها حاجه، ما اقدرش ريبليس حاجه مكان حاجه. طيب ده بالنسبه لل، طيب كل حاجه كده مفهومه ولا في حاجه واقفه؟ the value at the end. اه بالظبط، هي ال append. ايوه الفانكشن دي فعلا بتضيف في الاخر، فانا بستخدم insert بدل. السيشن مدتها قد ايه؟ ان شاء الله مش هتزيد عن ساعه ونص يعني. طيب كده كل حاجه مفهومه ولا في حاجه واقفه او مش ظاهره؟ أكمل؟ أيوة تمام خلاص تقدر تكمل. إيه كمان؟ قلنا في حاجة تانية من الأنواع اللي أنا أقدر أخزنها في الفاريبلز بتاعتي، الديكشنري. الديكشنري ده كي وفاليو. يعني إيه كي وفاليو؟ يعني انا مثلا اقول مثلا ديك ماي ديك معلش يا باشمهندس تقريبا الصوت بيقطع عند حضرتك. طيب كده. كده تمام. طيب ماي ديكشنري كي كي وفاليو، يعني مثلا هقول ايه؟ نيم ايكوال دي قيمة مساوية ليها اسمها دعاء. الايدج بتاعها مثلا ليها قيمة مساوية تانية، واحد وعشرين. الويت مثلا او ايه الويت، ايوه دي قيمة مساوية مثلا 60. كذلك فالديكشنري الفرق ان هو عامل زي البير، يعني عامل ايه، بيجمع قيمتين ببعض بيساوي بعض. تمام، بدل ما انا اقعد اعرف كل كده كل حاجة لوحدها، ليه ما اجمعهمش في حاجة وتشير عليهم كلهم؟ طيب الديكشنري ده اقدر استخدمه اخزن فيه برضو نمبر او string او حتى مثلا list، يعني استخدم فيه مثلا 50 50 30، اقدر اخزن فيه اللي انا برضو ايه اللي انا عايزاه. ممكن اقول له print طبع لي الديكشنري بتاعي. طيب وكذلك الديكشنري بتاعي ده انا اقدر مثلا اعمل فيه سلايسنج، نفس الكلام ان انا مثلا اقول له هات لي اول قيمه هات لي اول قيمه دوت ايتم، تطبع لي مثلا أول قيمة. لو أنا عايزة أضيف قيمة جديدة برضو عليه، سهل إن أنا أضيفها.
معلش يا باشمهندس، تقريبا النت قطع او صوت حضرتك فصل. معلش يا شباب، تقريبا في مشكلة عند الباشمهندسة دي، إن شاء الله هنحلها.